تسعى الدولة للتخفيف من حده الموجه التضخميه العالميه في ظل الازمات العالميه المتشابكه وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الامداد والتوريد. في هذا الاطار اتخذت الحكومه عددا من التدابير والاجراءات التي اسهمت في توسيع مظله الحمايه الاجتماعيه لجميع المواطنين حيث تم انفاق 490 مليار جنيه في برامج الحمايه الاجتماعيه للعام المالي 2022 2023. منظومة حماية اجتماعية شاملة شرعت الدولة في بنائها على مدار السنوات الاخيرة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة تجسد أهمية هذا الملف وأولوياته جهود كبيرة بذلتها الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة من خلال تكريس سياسات العدالة الاجتماعية فتم العمل على تمديد شبكات الأمن الاجتماعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري فضلا عن إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمها ماديًا، ففيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أطلقت القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة، كما تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري مستهدفًا 4584 قرية. في 22 محافظة، أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية، فقدمت مصر دروسا للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، فضلا عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأطلقت الدولة أيضا حزمة مالية لتحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة واجهت الظروف الاقتصاديه الصعبه، وتم زياده الفئات الماليه للمستهدفين من معاش تكافل وكرامه بنسبه 25% شهريا بجانب زياده المعاشات المنصرفه لاصحابها والمستفيدين عنهم بنسبه 15%، وعلى مدار السنوات الماضيه تمكنت الدوله من وضع اسس منظومه متكامله للحمايه الاجتماعيه، استطاعت من خلالها تقديم العديد من اشكال الدعم والتمكين للفئات الاكثر احتياجا، سعيا منها لتوفير الشبكه أمان اجتماعي لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية